واللي قالوا هالمستثمرين قلعتهم الدم وزادت بالعكس زادت وحده التحفيزات كبيره جدا. دوك انا نروح لها مباشره ما نكثرش عليكم هذا. منها مثلا اول حاجه مهمه داروا زمان كانوا باش دير الاستثمار تروح للولايه والولايه تروح للوزاره المختصه ويطولوا 4 سنين 5. لا داروا الشباك الوحيد استثمارات كبرى مشاريع كبرى عندهم استثمار تروح جهه واحده. وهذه الجهه الواحده تكون فيها الفعاليه تكون فيها تخليص الوقت تكون فيها سرعه في الانجاز. هذا كانوا يتحفظوا عليه زمان قال لك انا نروح البلديه نروح الولايه وبعد نروح الوزاره يهبلوني الشباك الوحيد استجابه لهذا الانشطه. نقطه ثانيه مهمه كذلك البيروقراطيه. قالوا البيروقراطيه وحنا دائما كنا نقولوها داروا منصه تاع المستثمر اروح ما كان لا دوسي اروح استثمر هنا عمر في المنصه تسمى دار الدوسي تاع الثاني صاير عندك. احنا البارح مثلا في الجامعه كانوا دايرين اخر اجل الترخصات في الخارج قلنا لهم داروا لنا منصه ها الاستاذ السيد مدير الجامعه المحترم يعرف اكتب البيان تاعك صاير عند المدير يعرف وبعد يقرر هو. اذا منصه الاستثمار من زمان وحنا نطالبوا بها الان الحمد لله. والمستثمرين المحليين والاجانب استبشروا خيرا خاصه الناس اللي يعرفوا كاين يعتبروها عائد وكاين يعتبروها محفز. اللي يعتبروها محفز راه فاهمين العمل اللي يعتبروها عائد انا نقول بلي عندك عائد ذهني. طب انت انا نقول لك روح اخذ الملف تاعك روح لوزاره التجاره. لا نقول لك لا سهل روح قال سيبان عمر المعلومات تاعك توصل عند المدير توصل عند الوزير. اذا هذه خطوه جباره. كذلك بالنسبه للمشكله كانوا مهبلين عليها لا المحليين ولا الاجانب العقار الصناعي. قالوا دي بنستثمروا عندكم باش راكم تعطونا الاراضي. الدوله قدمت كل التسهيلات ولكن انا نثمن ما قالته السلطات العموميه في اجتماع مع الولايات. نعطيك الارض ونعطيك العقار ولكن الطريق عليك والاناره عليك والماء عليك في ديك المنطقه مش قول لي فيه وهران ولا فين تكون شنو لا ديك المنطقه خاصك تعطيك